طاب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من يمن مونيتور، صحيفة في عدن تتهم قوات الحزام الأمني باقتحام مقراتها واختطاف الموظفين. ومن المصدر أونلاين، ميليشيا الحوثي تزيل صور إبراهيم الحمدي من المتحف الحربي. ومن لوموند الفرنسية، اليمن سيظل البلد الذي يواجه أكبر أزمة غذائية في العالم. ومن أخبارنا المنوعة، مسابقة لاختيار أجمل الأغنام في ليبيا. أهلا بكم. بعد أسابيع من إحراق مطبعتها وإصابة عدد من العاملين فيها، تعرضت مؤسسة الشموع لاعتداءات متواصلة خلال اليومين الماضيين في العاصمة المؤقتة عدن، حيث داهمت أطقم تابعة للحزام الأمني مبنى المؤسسة وعنوان موقع يمن مونيتور. مؤسسة صحفية يمنية تتهم قوات الحزام الأمني باقتحام مقراتها واختطاف الموظفين. وقال مدير مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام سيف الحاضري في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مسلحين يتبعون الحزام الأمني وأمن عدن وقوات يمنية مدعومة من أبوظبي وآخرين مجهولين اقتحموا مؤسسة الشموع الإعلامية وصحيفة أخبار اليوم التي تصدر عنها، واختطفوا عددا من العاملين فيها واقتادوهم إلى جهة مجهولة. وأشار إلى أن المسلحين قدموا على متن 3 دوريات عسكرية واقتحموا مبنى المؤسسة الكائن في المدينة الخضراء بمديرية دار سعد شمال عدن. وأوضح الحاضري أن المؤسسة وصحيفة أخبار اليوم ومطابعها تعرضوا للنهب محملا الحزام الأمني أمن عدن ومسؤولية المساس بممتلكات المؤسسة. وبعدها بساعات عاد الحاضري وكتب من جديد عن اقتحام أطقم عسكرية مبنى المؤسسة الثاني في محافظة لحج واختطاف موظفين آخرين، ليصبح عدد المعتقلين 4 من العاملين في المؤسسة والمنهوبات كثيرة. ولفت المدير العام لمؤسسة الشموع الإعلامية إلى أن القوات الأمنية لم تكتفي بذلك، بل اقتحمت منزله وعبثت بمحتوياته، مرفقا صورا بعد الاقتحام على حسابه الخاص تظهر عملية نهب وعبث والعبث الذي حصل بالمنزل ومحتوياته. نقلت جماعة الحوثي مقتنيات الرئيس إبراهيم محمد الحمدي من داخل المتحف الحربي في صنعاء إلى مكان مجهول، ووضعت عوضا عنها مقتنيات أحد قتلى الجماعة. حسب مصدر مطلع قال لموقع المصدر أونلاين إن 3 من ضباط التوجيه المعنوي في صنعاء التابعين للجماعة قاموا قبل أيام وبالتنسيق مع إدارة المتحف بنزع مقتنيات الشهيد إبراهيم الحمدي من داخل المتحف الحربي، ولكن من وضعوا بدلا عن مقتنيات الحمدي؟ يقول الموقع إن ميليشيا الحوثي وضعت بدلا عنها مقتنيات خاصة لمنشد ميليشيا الحوثي مطهر القحوم الذي قتل بغارة جوية قبل أكثر من عام تقريبا. وأوضح أن جماعة الحوثي حولت المتحف الحربي إلى معرض صور خاص بقتل الجماعة الذين قتلوا في الغارات الجوية وفي المواجهات التي تدور مع الجيش الحكومي في أكثر من جبهة. وأشار المصدر إلى أن اختفاء مقتنيات وصور معظم رموز الثورة اليمنية 26 من سبتمبر التي كانت معروضة في المتحف الحربي كجزء من تاريخ الجمهورية اليمنية الذي يخلد للأجيال نضالات اليمنيين ضد حكم الإمامة. مقتطف من مقال كتبه سامي الكاف ونشره موقع الملعب، ننشرها وبالذات تلك المتعلقة بمستقبل فك الارتباط في حال الإصرار عليه تحت مظلة خارجية. وقال الكاف: قانونيا لا يمكن فك الارتباط في اتحاد دولتين إلا من قبل من هم مخول لهم بذلك، وهم من كانوا يملكون شرعية التوقيع على اتحاد الدولتين التي أسفرت عن ظهور دولة واحدة وهي هنا الجمهورية اليمنية. أحدهما يعاني في حرب ويرفع دائما وأبدا شعار الوحدة أو الموت، وآخر لاجئ في الخارج منذ حرب صيف 94 وحدد موقفه السياسي أخيرا ليس بفك ارتباط جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عن الجمهورية العربية اليمنية، بل باستعادة كيان ما قبل 1967. النتيجة الحتمية فيما لو تم إعلان فك الارتباط وهو مستبعد، فإن جنوب اليمن أو إن شئنا الدقة أرض جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
ستغرق في الفوضى، وهي فوضى مسلحة وإرهاب، فضلا عن كون القوى التي تسيطر على بعض الأراضي فيها لا تملك المشروعية القانونية لفك الارتباط، ولا حتى موحدة فيما بينها، وما زالت تعيش في صراع مناطقي عميق، لا سيما مثلث الضالع أبيان يافع، كما أن حضرموت شأنها مختلف عن عدن كما هو حال شبوة إلى حد ما. في تقرير خاص يتحدث موقع المشاهد نت عن خبايا ووسائل جماعة الحوثي كما يصفها لتغطية عجزها المالي، ويقول إنه في الوقت الذي تتضاعف فيها الثروة المالية لكبار المشرفين المنحدرين من عائلات وأسر تدين بالولاء لزعيم الجماعة الحوثية، امتنع عدد كبير من أفراد ما يسمى باللجان الشعبية التابعة للجماعة عن ممارسة المهام الموكلة إليهم بعد أن عجزت الجماعة للشهر الثاني على التوالي عن صرف مستحقاتهم المالية. وتتلقى اللجان الشعبية التابعة للحوثيين أموالا تحت مسمى الميزانية التشغيلية للجان الشعبية في وزارة الداخلية، مما حدا بالجماعة إلى البحث عن مصادر دخل متعددة تقوم أغلبها على نهب ممتلكات وأموال عامة وخاصة بطرق مباشرة وغير مباشرة. وقالت مصادر مطلعة للمشاهد إن القيادات الحوثية كانت تصرف على منتسبيها الذين يطلقون على تسميتهم بلجان الشعبية في أقسام الشرطة وإدارات الأمن في العاصمة صنعاء وحدها أكثر من 450 مليون ريال شهريا، ويأتي المبلغ من جهات متعددة، 250 مليون تأتيهم من وزارة الداخلية و150 مليون ريال من ديون عام أو من ديوان عام أمانة العاصمة، و50 مليون تصرف من المكتب السياسي لجماعة الحوثي. لأنه يضم تشكيلات قتالية غير نظامية فسيظل عرضة للصراع. فوفقا لعنوان موقع عدن الغد، فإن حالة من التوتر سادت بين أو حالة من التوتر سادت بأبين عقب اشتباكات بين فصيلين من الحزام الأمني. وقال الموقع إن حالة من التوتر سادت في محافظة أبين عقب اندلاع اشتباكات محدودة بين فصيلين من الحزام الأمني بالمنطقة الوسطى. ويضيف الموقع اندلعت الاشتباكات بين قوة من الحزام الأمني الذي يقوده عبد اللطيف السيد وآخرين من الحزام الذي يقوده صالح العميري أبو قحطان. وقال شهود عيان لعدن الغد إن قوة من الحزام التابعة للسيد تعرضت لإطلاق نار أثناء مرورها بمنطقة العين ولم تعرف أسباب التوتر بين الطرفين. يعتقد الكاتب الفلسطيني نواف التميمي أن من حق المراقبين أن يشككوا فيما أعلنه ولي العهد السعودي بخصوص إنقاذ الشرعية باليمن، ويضيف في مقال نشرته صحيفة العرب الجديد: لا شيء مما قامت عليه هذه الحرب وما قامت لأجله تحقق، بل إنها أعادت اليمن إلى عصور ما قبل الحجر وقضت على كل حياة، فقط عجزت عن القضاء على الحوثي الذي اتخذت منه ذريعة لشن حرب غاشمة على جارها، وفشلت أيضا بإعادة الشرعية التي لا يدري أحد مصير رأسها في الرياض، عوضا عن الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة وحدة ترابه الوطني. بات اليمن دويلات ومناطق نفوذ وملاذ مرتزقة مجندين من السلفادور وكولومبيا. بعد ثلاث سنوات من إعادة الأمل يعيش اليمن كارثة إنسانية بكل المقاييس والمعايير، تفشي الأوبئة والأمراض كالكوليرا والدفتيريا ناهيك عن تدمير بنية البلاد التحتية ومدن وقرى بأكملها، إضافة إلى إحداث حالة من الانقسام القبلي والمجتمعي. وقد اختصر تقرير للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة وصف الحال الذي وصل إليه اليمن وأهله بالقول بعد قرابة ثلاث سنوات من النزاع كأن اليمن اختفى من الوجود. جعل هذا الوضع الكارثي السعودية الخاسر الأكبر، إذ لم تجن سوى المتاعب والخسائر العسكرية والاقتصادية. وبسبب هذه الحرب العبثية التي كلفت المملكة عشرات مليارات الريالات، على الرغم من التعميم على الكلفة الفعلية، يعاني الاقتصاد السعودي من مصاعب أدت إلى تآكل احتياطي السعودي النقدي الذي فقد أكثر من 35% منه منذ بداية الحرب. ولا ريب أن حرب اليمن كانت ولا تزال السبب الأساس في وصول المملكة إلى ضائقة اقتصادية دفعت إلى فرض حزمة من الضرائب ورفع أسعار المحروقات. أضف إلى ذلك ما أصاب المملكة من انتقادات دولية رسمية وشعبية تجلت بالتظاهرات الاحتجاجية التي استقبلت الأمير محمد بن سلمان في زيارته أخيرا للندن.
يسرد موقع يمن الغد قصة طفل انفجرت به عبوة حوثية على شكل لعبة، ونتيجة لذلك فقد كفة. يقول الطفل عبد الإله وهو يغطي يده المبتورة بجزء من ثوبه البني وبلهجته الأصلية البدوية: ظننت أن بداخل الكرتون لعبة جميلة كجمال الكرتون الذي حطت بداخله اللعبة الناسفة. ويضيف الطفل: أتعلم الكتابة والأكل بيدي اليسرى ولكن لم أتعود حتى الآن. يؤكد عبد الإله رغم صغر سنه أن من وضع له العبوة أمام منزله في مناطق تحررت قريبا من مسلحي الحوثي وأصبحت اليوم تحت سيطرة الشرعية، إنها ميليشيات الحوثي الإجرامية. وهو ما يؤكده عبد الواسع والد عبد الإله أن ميليشيات الحوثي هي من استهدفت طفله بعبوة ناسفة على شكل لعبة. ويتحدث عبد الواسع والد عبد الإله عن لحظة الإصابة: كنت نائما في غرفتي في الدور الثاني بينما الأطفال يلعبون في حوش المنزل، عندما وجد عبد الإله اللعبة قبل أن أسمع انفجارا شديدا وصراخ أطفال في ساحة المنزل. أخذ عبد الواسع ابنه إلى هيئة مستشفى مأرب، ومنذ ذلك الوقت يحرص الأب على اصطحابه إلى مركز تأهيل للأطفال المتأثرين بالحرب في المنطقة، حيث يتم تأهيل عبد الإله وأخيه مع 27 طفلا جندهم الحوثيون. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبار أو بعض الأخبار المنوعة. ابقوا معنا. نفرد مساحة لتغريداتكم ومنشوراتكم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. نجمع أبرز ما تناقلته تلك المواقع ونقدمها لكم. كيبورد، صدى أصواتكم وأفكاركم، فكونوا على الموعد. أهلا بكم من جديد. نطالع في تقرير ترجم حصريا لقناة بلقيس من صحيفة لوموند الفرنسية ما جاء حول وجود 124 مليون شخص تضرروا من أزمة الغذاء في العام 2017. وطبقا للصحيفة فإن تقريرات من الأمم المتحدة أو تقديرات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تظهر زيادة كبيرة في عدد النساء والرجال ضحايا انعدام الأمن الغذائي. وفقا للوثيقة فإن اليمن سيظل البلد الذي يواجه أكبر أزمة غذائية في العالم، وقد يتدهور الوضع بسبب محدودية الوصول والانهيار الاقتصادي والأوبئة، وتتسبب الصراعات والجفاف إلى زيادة المجاعة في الأشهر الأخيرة. وتفيد الصحيفة أنه من المرجح أن تظل الصراعات وانعدام الأمن هي الأسباب الرئيسية لأزمة الغذاء في عام 2018 التي تؤثر على أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان وسوريا واليمن. وما زلنا في جولتنا بين الصحافة الفرنسية، حيث عنونت صحيفة لوفيغارو الفرنسية اليمن: يطالب ماتيس وولي العهد السعودي بجهود السلام. وقالت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إعادة إطلاق الجهود العاجلة للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الأهلية في اليمن. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت: الرجلان ناقشا أيضا الوضع في أفغانستان، حيث تريد الولايات المتحدة من الرياض تسهيل جهود المصالحة مع طالبان. أما في اليمن فوفقا للصحيفة تعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جزءا من الحل. وتتابع لوفيغارو مستندة إلى ما قاله رئيس البنتاغون: تدعم الرياض الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ونحن سننهي هذه الحرب، هذا هو الأمر، سننهيها بشروط مواتية للشعب اليمني، ولكن أيضا بما يتلائم مع أمن جميع دول شبه الجزيرة العربية. غادر الكاتب العراقي سنان أنطوان بلاده العراق قبل 3 عقود متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد تلك المدة عاد لزيارة موطنه الأصلي فلم يتمكن من معرفته بسبب ما أحدثته الحروب والفساد. وقال أنطوان في مقال أعادت الغد نشره: كانت زيارتي الأخيرة للعراق في نيسان أبريل 2017، وقد سافرت من نيويورك حيث أعيش الآن إلى الكويت لإلقاء محاضرة، وعبرت أنا وصديقة عراقية الحدود عن طريق البر. كنت ذاهبا إلى مدينة البصرة في جنوب العراق،
وكانت البصرة هي المدينة العراقية الرئيسية الوحيدة التي لم أزورها من قبل. كنت سأوقع كتبي في سوق الكتاب يوم الجمعة في الشارع الفراهيدي، وهو تجمع أسبوعي لمحبي الكتب على غرار سوق شارع المتنبي الشهير في بغداد، وكنت مدفوعاً إلى ذلك برغبة الأصدقاء، ولم أكن أتوقع رؤية البصرة الجميلة التي رأيتها في البطاقات البريدية في سبعينيات القرن الماضي. فقد اختفت تلك المدينة منذ زمن طويل، لكن البصرة التي رأيتها كانت منهكة جداً وملوثة جداً. وقد عانت المدينة الكثير خلال الحرب الإيرانية العراقية، ثم تسارعت وتيرة انهيارها بعد العام 2003. كانت البصرة شاحبة ومهدمة وفوضوية بسبب الفساد المتفشي، وأنهارها ملوثة وفائضة. ومع ذلك قمت برحلة حج إلى التمثال الشهير لأعظم شاعر في العراق، بدر شاكر السياب. كان أحد مصادر الفرح القليلة بالنسبة لي خلال هذه الزيارات القصيرة هو لقاءاتي مع العراقيين الذين قرأوا رواياتي وتأثروا بها، وهي روايات كنت قد كتبتها من مكان بعيد، ومن خلالها حاولت أن أتفاوض مع التفكيك المؤلم لبلد بأكمله وتدمير نسيجه الاجتماعي. وتطارد تلك النصوص أشباح الموتى تماماً كما تفعل بمؤلفها. لا أحد يعلم على وجه اليقين كم من العراقيين ماتوا نتيجة للغزو قبل 15 عاماً، وتضع بعض التقديرات الموثوقة العدد عند أكثر من مليون إنسان، ويمكن أن تقرأوا هذه الجملة مرة أخرى. وغالباً ما يتم التحدث عن غزو العراق في الولايات المتحدة على أنه تخبط أو حتى خطأ فادح، لكنه كان جريمة. تقول صحيفة القدس العربي إن هناك توجهاً دولياً نحو وقف الحرب عبر تسوية سياسية يضع الحكومة والانقلابيين الحوثيين في مأزق. وتفيد الصحيفة توجه الدبلوماسية الغربية النشط مؤخراً نحو ضرورة وقف الحرب في اليمن ووضع حد للأزمة اليمنية. وضع الطرفين الرئيسيين في هذا الصراع وهما الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين في مأزق حقيقي، حيث يرغب كل طرف من هذه الأطراف في الاستمرار في الحرب حتى يحقق هدفه الكامل بالاستيلاء على السلطة في البلاد. وأوضح مصدر سياسي للقدس العربي أن الانقلابيين الحوثيين وكذا الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس هادي يعتقدون أن أي حل سياسي للأزمة اليمنية يعني تقديم التنازل عن الكثير من القضايا المصيرية. وقال أن الدول الأوروبية تدفع بقوة حاليا نحو التسريع بحل سياسي للأزمة في اليمن، وفي مقدمتها وقف الحرب، ويوافقها في ذلك موقف الأمم المتحدة التي يسعى مبعوثها الخاص الجديد إلى اليمن مارتن غريفت إلى تدشين عمله بجولة جديدة من المفاوضات اليمنية لإنهاء الصراع. من أخبارنا المنوعة لهذا اليوم جاء في صحيفة البيان والتي عنونت مسابقة لاختيار أجمل الأغنام في ليبيا. وقالت الصحيفة إن نحو 120 من مربي الأغنام اجتمعوا في مدينة مصراتة شمال غربي ليبيا لعرض أفضل إنتاجهم من الغنم في معرض المربي الليبي الثاني للأغنام المهجنة بمصراتة. وتضيف الصحيفة تنافس المربون على لقب المسابقة بنحو 300 رأس من الغنم. وتتابع اختارت لجنة تحكيم بين الأغنام المتنافسة أم على أساس معايير معينة تشمل حجم الحيوان ووقفته وطريقة المشي وجمال القرون والأذن والعين والرقبة، إضافة إلى جمال الذيل. وفي نهاية المعرض والمسابقة أعلنت لجنة التحكيم الأغنام الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى. جولتنا المصورة من صحيفة الجارديان والتي تنقلت بين العديد من أحداث العالم ومظاهره المختلفة، نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.